السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. خوشكبران قدر جيران هم خير هاتم بخلقه قدر ترج برنامه ما بريكان اجبر كنا صورتا الكهف هجيان بيره واد هنده بين كهف بريكانيه هاتيا ريخصن جلائي دزگاه قدم ين زنسن قرآن بحفكاري دگل كانال خابير تيوي وان بيره واد هنده بين كهف بريكانيه شوانين ایک شم و سه شم پنج شم دم جمیر دهی شوی دیگر ماموسا و سربرش نما ماموسا فوات علی و هر واسه خوشکم ماموسا منتها مدا شفیق تیتا پیش کش کرن و ان بیره هاول هنده بینین که اکی سایده ما ماموسا فوات علی بیره هنده ایناتی که قناغا ایکیب دو ماهی کات ماموسا و ان برف قناغا دو ایوه ایچون او هر نوزده کسید من آویتان سر شاشه بو هوا دیار کرین او کسا سرکفتی نه و او ایچون نه قناغا دوی او پیوندی ها پمیان هاتی ها کرن افجا اگر پیوندی بتا نه حاتب در کرنه آنکو او تل قناغ هایی که در باس نبیای و هم حس کن هین ویر یعنی دلی خوش منه هیدن چین که چید بیت پوینتا کسا کاتا پیش هایی کاتا اگر تلفنات حاتب در کرنه او انشاءالله و سعادت دید قناغ ها دویج دا گلمه دا بج دار بی اگر تلفنات نه حاتب در کرنه آنکو تو این مایل قناغ هایی که گلمه دا بج دار نبیای و جوان نوزه کسی تنیجی انشاءالله و سعادت بس امی هیدنه ده کس افجا اگر هین هشتا داخل نبینه بخوا گلک مراجعه بکن دا انشالله تعالی هین بینه اش سر کفتی ها اگر ما مستاید مجید چیسا که بتن بلا کرم کنو پیشتین که برای پشک داره بله جزاک الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم بله بنیت رزدار صلوات خود لبن بس سر شاشیر یا نوه هاته بین سر او هر نوزده ناف و پیج خوابی اج داهات بین خواری هر یکی زان اوید پشک داری کرین زانت که او نوزده ناف نوه ناف دانه آن نه اگر خود حس که وان نوزده دید وی هفته دا دی مینن ده اگر خود حس که دا خود سر کفتن بو همیت خوازین و جبر نبینا وقتی دی برف پشکدار ایکی و چین اگر بر هف بد بلا کرم بکید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خیرات اهلا و سهلا و نم في نقلة نو بجي خواب داني ياسين تا نقلة دي أخوة داني ياسين مري عبد الحسين بله مري عبد الحسين دو جالا خير هاتي برسا شبا آياتا چار دي سيد شو آياتا؟ چار دي سيد چار دي بله چار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ما شاء الله صحة دفش سؤال دويش آيات تشلو دوي جماعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا سعد خش ما شاء الله سيدات عزيز صيفة صادو دوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا آيات هناك ناظر السيدة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآياتي ورسلي هزوا وكذبوا بآياتي ورسلي هزوا لا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بآيات ربهم ولقائه فحبطت تعود قال جون شوية أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما شاء الله سعادة الأخوات جزاك الله خيرا دي خيرات أمازن إن شاء الله موفق بجلك إن شاء الله شكرا لك دوبلا كرام كت
وعليكم السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال بخيرات الريان الريان صالح عمر منا قال بخيرات السؤال ايش عيطة هشتي الجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ما شاء الله موفق بالله عزيز. سؤال دي بس مش لشاشة بس هذا بلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. ما لهم به ما لهم من دونه. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ما شاء الله صحتك خوش سيدات عزيز آيات موتبيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قلنا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قالوا يا ذا القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا ما شاء الله صحتك خيرات موظفين في الدجال بخيراته موفق بإن شاء الله شو دورك دي كلمك أخشك زينب يبقى فهل بشيء؟ وعليكم السلام ورحمة خير هذا الله خير هذا أخشك تو زينب يمالا أخشك زينب خير هذا أخشك سيد شخو كسيرا يا بيست آتا بيستو إيكي سيدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق بس جبالي تبخوني بشاكي اسمعي نزيكي خوابكي بشاكي نزمكي بشاكي نزمكي دادان كتاب درست كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها
وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 سعادة الخش سؤال دويش آيات بنجي وبنجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ما شاء الله سيدات عزيزات نوتو هشتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قال هذا رحمة من ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. عليكم السلام ورحمة الله. ما أزديك يا ولد. قبل ما أنتقل قبل هم بوتيني داري. درستا؟ شو يدي هلا بينا؟ تقبل لما أنا ما؟ تجي على خيرات قبل ما. خيرات قبل ما. خيرات السلام. سلام. شكرا متهاج. بار وقتي جالا كنت. وقتي ما زيد كنت. آية تابش تسيدا. بس كلامي. برادروفان آية بسيرايك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. صحفش صلاة ويش آيات بنجية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وتلك القرى دبارك وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ما شاء الله. سيدات عزيزة وحشتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا قال ألم أقل إن فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا خدای توفیقات عبد جزاک الله خیرا. گل عبد خیرات ابراد لوفا. دی پیشوازی کاک عبدالله هشامی کین. عبدالله هشام. ولا کرم کت. کاک عبدالله دی. علیکم السلام. علیکم السلام. آبی بتوان بیشین درسته؟ رحمت الله و برکات. تا قبیل ما نه؟ درسته سید ما. بذو بدا به خوبی شد. نزدیکی دسته دادن است. خیرات برای عبدالله. گل خیرات برای. خیر و سلامت. بیالا سوال هایی که. آیا تا بیست دوی است؟ بیست دوی بله کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا سحادة أخوش سؤال دوي كالكي عبد الله شؤاد بنجي هشتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغفور ذو الرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغفور ذو الرحمة
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ما شاء الله سيرة سي شايطة حفتي وحفتي سيدي العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. سعادتا خوش ما شاء الله بارك الله فيك موفق إن شاء الله خوشك هنا بلا كرم كت بلا حركة درست درست سيدا ما شاء الله بشك دارت ما قد ازير اكن هكر بجام سر قوان اج درجة بينا اخاري ابن افيد واسطه اكيد ما شاء الله ما شاء الله خاندن عن همي اكي شكل اوترا ام جي بطر في تركيز السر بي سيدا ام دي في خلط كن ابت اهلي والله راستي في خلق قلق موجم قلق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خشكو هانا دو قلب خيراتي استوصى درست. یکی پل بچینه بود. دیالا خش که هنوز سیارا عالی حاضر با. آیا تا باز دستی؟ باز دی. دیالا. خير هذا خشكو هنا آية بوزدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط
ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صحت خش كشكوهنا سؤال دوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شآية بينجي وإيكي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات ولا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ربهم فدعوهم ربهم لبس صفرفه ويوم يقول ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سيدات عزيز صياتا هشتي وحفتي بلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أما من ظلم فسوف نعذبه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ما شاء الله جزاك الله خيرا أمدي بشوزيل دموهيك بجدار كين كوك عمر مصطفى سيدت أفريقيا جالك زين هيبين ما شاء الله جالك بين جيب جاك وقت ما جيب هندي هيلي خان تجلي خان سيدة جوانا وعليكم السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جالك بخيراته يا أهلا وسهلا وعليك السلام ورحمة الله يا الله تجالك بخيراته سؤال ايكي ايش آياتا نهي مدس بيكين حتى اشكو منتهاتيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم سيدة شايتان هاي بيبا بخاند؟ بلا شايتان شايتان هاي بيبا بخوين هاي بيبا براتي جدك ديف شو شايتان هاي؟ حتى بازي سيدة بازي بخاند اي تمام أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سؤال دوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعتدنا للظالمين. إن أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها حرف خلد بيجي
سورة كلمة أحا أحاط بهم بس طواخا يا سيدة بس جيران أحاط بهم أحاط سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وأستبرق متكئين فيها على العرائك يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من استبرق متكئين فيها من سندس واستبرق وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب حسنت مرتفقا ما شاء الله استبرق لا همزة الوصل همزة درسنا قطعة بلى سيد العزيز آياتها اشتوسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أدبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحدنا بما لديه خبرا ثم أدبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ بلى ساعات غش بس عمر بتوبوا بنا رجي أم تجويد قالك كيف لدين السر دمو هيك يجيك مرحلة دمو هيك مرحلة يعني بيج حتى شش درجة سر بتوقف في بدايه جيب مهم همي نوبن باز ده درجة بس أو درجة حرف يعني تو حرفين مثلا أتبع أنا أتبع ند أت أت مثلا أحطنا طب مثلا ندع تماما أو يعني دي حسبة حرف درجة دي شوي إخوة جاكي جيراني بسفك يا حرفة دي حرفة قريني بل طب هما تسفك دي بتل تماما بل صحاتة تخوش أختنا بدمويك تخوش كمان بله بلين غيزار أم دست خوشيلوان همي بشك دارات كين أفي دارباز بهاتين خولا دويدا بنادى رزدار عثمان قرع عفوان رزي بنا خدي اللي بتبشت لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله بجت اجر دلت ما طاهر بين امتنا بنش كلام رب العالمين هنديك كلام رب العالمين موعظانا درس دروس اموجارينا بما كنت همي بورد جان دامشن جان خا سرب ببين وجان همي بما همي ركت جان يدف قرانا بيروز داتين وتسنات پیغمبري دا عليه الصلاه والسلام فشان دي جمدين خلق قاف شبا حتى امهن خلق قديد جان ايك والحمد لله رب العالمين بمن جير جاف دير يا خدام ماصن